السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة طيبة الفضائية، نبدأها بالعناوين. مظاهرة في السوق العربي تطالب بإسقاط حكومة حمدوك. أوامر قبض ضد قيادات في الحركة الإسلامية بعد أيام من الإفراج عنهم. أبو هاجة إثيوبيا ترفض الحوار لعدم امتلاكها أدلة تثبت حقها، وإثيوبيا تعلن المضي في التعبئة الثانية للسد. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت ظهر اليوم مظاهرات في السوق العربي وسط العاصمة الخرطوم، وطالب المحتجون برحيل حمدوك وحكومته التي وصفوها بحكومة الذل والجوع، وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، كما أكدوا على مواصلة الثورة حتى تحقيق المطالب. أصدرت نيابة الخرطوم شمال قراراً بإعادة القبض على عدد من قيادات الحركة الإسلامية، من بينهم أمين حسن عمر والطيب مصطفى وإسحاق أحمد فضل الله وبروف دفع الله الأمين. وذكر عضو هيئة الدفاع أشرف خليل أن النيابة تراجعت عن قرارها السابق بالإفراج عنهم بالضمان، واعتبرت أن مجرد صدور أوامر القبض بحق المتهمين ثم توجيه الاتهام لهم تحت المواد 50 و51 من القانون الجنائي يمنع عنهم حق الإفراج بالضمانة. وأضاف خليل أن المتهمين تقدموا بطلبات للاستئناف والفحص مما أرجأ تنفيذ القرار، مبينا أن كلا من حسبو محمد عبد الرحمن وحسين خوجلي محبوسين على ذمة البلاغ المشار إليه. اتهمت التنسيقية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة شرطة ولاية كسلة بفض اعتصام منسوبيها من ذوي الاحتياجات الخاصة باستعمال القوة المفرطة ضدهم. وقالت التنسيقية في بيان لها أمس إن شرطة كسلة فضت اعتصام المعاقين وكادت أن تزهق أرواحهم، ووصفت التنسيقية الهجوم بالغادر والمشين على أناس عزل من قبل شرطة كسلة بحسب البيان. وطالبت التنسيقية بإقالة والي كسل المكلف ومدير التعليم ومحاسبتهما وتقديم اعتذار لذوي الاحتياجات وأسرهم من قبل وزير الداخلية لما فعلته الشرطة تجاههم. أصدر والي شمال كردفان خالد مصطفى توجيها بتمديد فترة حظر التجوال بالولاية. وأضاف الوالي أن الحظر سيبدأ من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا، وذلك ابتداء من اليوم الخميس بناء على توجيهات لجنة أمن ولاية شمال كردفان. وأكد الوالي أن هذا التوجيه يأتي حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، وكل من يخالف هذا التوجيه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
أضرم مجهول النيران أمس في قرية سرمنجاغو بوحدة يارا الإدارية بولاية جنوب دارفور، مما تسبب في حرق أكثر من 100 منزل. وبحسب مصادر إخبارية، فإن الحريق ألحق بالمواطنين خسائر فادحة في الممتلكات وحرق المواشي وغير ذلك. وناشد الناطق الرسمي المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال المنظمات الإنسانية والخيرين بتقديم الخدمات الإنسانية الطارئة للمتضررين جراء الحريق. قال رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب إن توقيع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب والإخفاء القسري تحفظ حقوق المعتقلين. وأكد أديب لصحيفة السوداني عدم وجود معتقلات استخبارات قوات الدعم السريع بعد اليوم، وأضاف أنه لا يجوز الحبس فيها بعد توقيع الاتفاقية، وإن حدث ذلك ستصدر قوانين تجرمهم، مرجحا أن يتغير استعمال تلك المعتقلات أو أن تغلق. وأوضح أن الاتفاقية تعني حفظ حقوق المعتقلين بإخطار أسرهم بمكان الاعتقال، وأن يكون الاعتقال بواسطة أشخاص منحهم القانون تلك السلطة، ويدرج اسم المعتقل في كشوفات المعتقلين لدى الحكومة مع توفير بيئة إنسانية. وأشار أديب إلى أن أي اعتقال يخلو من هذه الضوابط يقع تحت طائلة الاعتقال غير القانوني، منوها إلى أن هناك اعتقالات تحدث في أماكن غير معروفة تبعيتها لأي جهة. هتف عدد من مواطني الكلاكلة جنوبي الخرطوم في وجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطالبين بسقوط الحكومة. وبحسب صحيفة الطابئة، فقد وصل حمدوك إلى مدينة الكلاكلة لتدشين برنامج ثمرات لدعم الأسر، فحصر المواطنون عربة حمدوك، وعند خروجه هتف الجميع ضده. حمدوك أول رئيس وزراء لحكومة ما بعد الثورة، بنى عليه الشعب آمالا كبيرة، لكن تلك الآمال تحطمت على صخرة الأزمات الاقتصادية. وأضحى الشعب يطالب برحيل حمدوك وحكومته. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. سودان ما قبل الثورة ليس كما بعدها، فمجيء حمدوك كأول رئيس وزراء لحكومة قيل أنها ستنقذ الاقتصاد السوداني من الانهيار، وترفع دخل المواطن، وتوفر له الحياة الكريمة، أضحى اليوم أسير صفوف الخبز والوقود والفقر. فالوعود التي أطلقها حمدوك في أيامه الأولى بأن السودان على موعد مع التغيير ولن يعتمد على الهبات، فالبلاد تحتوي على موارد كثيرة، أضحت سرابا يحسبه الظمآن ماء. تسلم حمدوك دفة القيادة وفشل في إيفاء ما وعد به، فشهدت البلاد انتكاسة كبيرة في كل المجالات، مما تسبب في تراجع شعبية حمدوك الذي وقف عاجزا عن إيجاد الحلول للأزمات التي يكتوي بنارها المواطن، فأصبح حمدوك أسير مكتبه ومستشاريه. الأزمة الاقتصادية تشتد وطأتها، ويضيق الخناق على المواطن الفقير، فبدل إيجاد الحلول توجه حمدوك إلى إصدار قرار برفع الدعم عن السلع الأساسية، آملا في الحصول على القروض والهبات من الدول الخارجية، مما زاد من معاناة الشعب. اختفت عبارة شكرا حمدوك من الأسافير، فقد تحطمت آمال الشعب على صخرة الأزمات. حمدوك لم يلتحم بالجماهير التي بنت عليه آمالا عريضة وتدنت شعبيته، فكان على موعد مع أبناء الكلاكلة، حيث ذهب لتدشين مشروع لدعم الأسر الفقيرة، فتزاحم عليه عدد من المواطنين وهم يرددون تسقط بس. الهتاف الذي كان يسمعه من خلف الشاشات فقط، والذي أصبح أمراً واقعاً يذكره بنهاية أسلافه الذين مضوا، مكتفياً برفع يده بإشارة النصر. وأي نصر؟ يرى مراقبون أن ما حدث في الكلاكلة هي إشارة إلى تنامي السخط الشعبي ضد حمدوك وحكومته التي أغرقت السودان في أتون الأزمات المختلفة. في مناسبات عديدة أعلن حمدوك أنه على أتم الاستعداد للاستقالة في حال طلب منه الشعب ذلك، فهل سيستجيب حمدوك للجماهير التي طالبته بالرحيل؟ أم أنها
مجرد وعود كاذبة. قطع عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا بعدم عودته لرئاسة لجنة إزالة التمكين بعد استقالته التي تقدم بها مطلع الشهر الجاري. وقال العطا إن الأنباء التي راجت عن عودته للجنة غير صحيحة، وتمسك العطا بعدم العدول عن استقالته بأي حال من الأحوال. وقال لصحيفة السوداني إنه رفض العودة لرئاسة لجنة التمكين لأن مسببات الاستقالة ما زالت موجودة كما قال. نفت وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي تسلمها أي برنامج إسعافي من تحالف قوى الحرية والتغيير، وأكدت أن الحديث عن البرنامج الإسعافي كان حديثا نظريا فقط من قبل قحط. ووصفت بحسب صحيفة الحداثة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بالمؤلمة، وقالت إن الحكومة ستنشئ بنوكا جديدة بنظامين إسلامي وتقليدي، فيما أقرت ببطء النظام المصرفي في السودان وأنه يحتاج إلى مراقبة صارمة. توجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق اليوم إلى عاصمة جنوب السودان في أول زيارة رسمية خارجية بعد توليها وزارة الخارجية. وتبحث مريم الصادق المهدي خلال الزيارة عددا من المواضيع الثنائية والإقليمية بين البلدين. ورافق وزيرة الخارجية في زيارتها مدير إدارة دول الجوار ومدير الإدارة السياسية بمجلس السيادة ومدير الإدارة الإفريقية بالإنابة والمستشار الإعلامي محمد لمين عبد النبي. وستجري الوزيرة مباحثات مع رئيس دولة جنوب السودان ونائبه الأول ووزيرة الخارجية واللجنة المشتركة لتقييم اتفاقية السلام وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. نفى الرئيس الأريتري سياسة فورغي وجود أي علاقة لبلاده بالتوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا. وأكد فورغي خلال رسالة للبرهان نقلها وزير الخارجية الأريتري عثمان صالح دعمه للحل السلمي بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة. ويأتي تحرك الرئيس الأريتري عقب اتهامات سودانية بتورط الجيش الأريتري في النزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا. اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة طاهر أبو هاجة أن إثيوبيا ترفض الحوار بشأن الحدود لأنه ليس لديها حجج وبراهين تثبت بها حقها. وقال أبو هاجة في مقال على صفحته في فيسبوك أن إثيوبيا تقول إنها تريد التفاوض حول الحدود لكنه مشروط بانسحاب قواتنا، معتبرا أن من يستمع إلى هذا الحديث يظن أن إثيوبيا هي الضحية والمظلومة. أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن أديس أبابا مستمرة في بناء سد النهضة وتعبئة المرحلة الثانية بعيدا عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث. وقال المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية إبراهيم إدريس إنه من حق إثيوبيا بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن أديس أبابا ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية من السد بعيدا عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث. وأوضح إدريس أن بلاده ستمضي في بناء السد رغم المحاولات المصرية والسودانية التي وصفها بغير المقبولة. دعا وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندر غاتشاو لاجئي إقليم تيغراي الذين فروا من الحرب إلى السودان بالعودة للبلاد. واتهم وزير الخارجية في كلمة متلفزة أمس الأربعاء بعض المتواجدين في المخيمات بالسودان أنهم ارتكبوا جرائم وسوف يحاسبون عليها. وقال الوزير أن السلطات باشرت التحقيق فيما وقع من مجازر خلال اقتحام القوات الحكومية للإقليم. أعلنت مصر تأييد مقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية دولية لحلحلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تؤيد مقترح السودان بتشكيل رباعية دولية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوسط في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وأضاف شكري أن المقترح من شأنه معاونة الدول الثلاث على دفع المسار التفاوضي للوصول إلى الاتفاق المنشود بأقرب وقت ممكن،
مؤكدا أن القاهرة تأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء وتشغيل السد بما يراعي مصالح الدول الثلاث. أطلق المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم تحذيرا شديدا من احتمال تفشي الأوبئة وخاصة الكوليرا الناجمة عن تلوث المياه بسبب وجود كمائن الطوب على ضفاف الأنهار. من جانبه كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم الدكتور بشرى حامد عن توجيه مدير إدارة حماية الأراضي بإزالة الكمائن التي تؤدي إلى تجريف التربة على المناطق المتاخمة للنيل وتلوث المياه بجانب التأثير الكبير والسالب لدخان الكمائن، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون وإزالة هذه الكمائن. كشف الرئيس السابق لشعبة الصيدليات نصري مرقص عن توقف عدد من شركات استيراد الأدوية عن البيع وإحجامها عن إكمال تسليم الطلبيات السابقة للصيدليات تجنبا للخسائر جراء تعويم الجنيه. وقال مرقص في تصريح للسوداني إن التعويم المرن المدار يتسبب بمشاكل كبرى بسبب التغيير اليومي في سعر الصرف، والذي يضطر شركات الاستيراد لتغيير الأسعار يوميا تجنبا للخسائر. وأشار مرقس إلى إغلاق عشرات الصيدليات أبوابها بفعل تذبذب سعر الصرف في الآونة الأخيرة. وحذر مرقس من أن يؤدي استمرار الشركات عن البيع بخلق ندرة في الأدوية المنقذة للحياة. وطالب مرقس بنك السودان المركزي باستثناء عاجل لقطاع الأدوية باعتماد سعر ثابت له مقارب لسعر الدولار في السوق الموازي. قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي أن صندوق النقد الدولي نبه إلى خطورة التضخم الذي يصل إلى 200%. وأوضح الرمادي أن توحيد سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وهو في الحقيقة خفض لسعر العملة الوطنية، وهو أكبر خفض في تاريخ البلاد. وأضاف الرمادي أن خطوة توحيد سعر الصرف قفزة ومغامرة غير محسوبة العواقب في ظل رفع الدعم وارتفاع معدلات التضخم والاختلال الذي يعانيه الميزان التجاري. وبين الرمادي أن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى تغيير العملة وتفكيك شبكات التزوير وجذب مدخرات المغتربين بحوافز جمركية، بالإضافة إلى خصخصة أسهم الصندوق القومي للضمان. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مظاهرة في السوق العربي تطالب بإسقاط حكومة حمدوك. أوامر قبض ضد قيادات في الحركة الإسلامية بعد أيام من الإفراج عنهم. أبو هاجة إثيوبيا ترفض الحوار لعدم امتلاكها أدلة تثبت حقها، وإثيوبيا تعلن المضي في التعبئة الثانية للسد. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.